يا صباح الخير عليكم، صباح يوم جديد ويوم سعيد، وحلقة جديدة من برنامج صباح مين. حلقة النهاردة الثلاث موافق 4 أبريل عام 2023. يا رب الأيام كلها تكون بخير وحضراتكم تكونوا بصحة، ويبقى النهاردة يوم لطيف، كل واحد ينزل يروح شغله كده ويبقى يوم كله تفاؤل. اسمحوا لي في البداية رحب بزميلتي مارينا. صباح الخير يا مارينا. صباح الفل يا مايكل، وصباح الفل على كل مشاهدينا من كل مكان. نتمنى لحضراتكم يوم جميل كله طاقة إيجابية ويعدي بسلام يا رب. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأول فقرة معانا، وهي بتكون الفقرة الإخبارية اللي دايما بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث اللي بتحصل. وفقرتنا التانية هتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف كاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. وفقرتنا التالتة هنتكلم عن الإدمان وتعدد وسائل الإدمان اللي بتحصل حاليا، إزاي نحمي أطفالنا من الإدمان وإزاي نكون عنا عليهم. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور أمير يوحنا استشاري الصحة النفسية. بس قبل ما نبدأ هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معي. برحب بحضراتكم من جديد ومع بعض الفقرة الأولى فقرة الأخبار، وناخد مع بعض الخبر الأول. بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 أبريل عام 2023. والتفاصيل أكثر معنا على الهاتف الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح خير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. يا فندم صباح المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المباركة إن شاء الله. يعني دايما حضرتك منورنا في صباح مين. دايما يا فندم، ربنا يحفظك. عايزين يا فندم بس نتكلم بطريقة كده عشان خاطر المواطن البسيط يقدر يفهم فكرة الإيصال الإلكتروني، يعني إيه يا فندم؟ الإيصال الإلكتروني ده هو عبارة عن إيصال بيصدره البائع للمستهلك النهائي. يعني إيه البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب إلى المستهلك النهائي؟ أنت زي ما حضرتك تعلم هناك خطة استراتيجية للدولة، وهي تحول الدولة من النظام الورقي إلى نظام الرقمنة. صحيح. لوضع مصر في صفاف الدول المتقدمة بنهاية 2030، ويكون هناك توازن مع الدول الخارجية، لأن هناك مستثمرين أجانب بيأتوا إلى مصر، فلا بد أن يكون النظام الضريبي أو الإجراءات الضريبية داخل دولاب عمل مصلحة الضرائب المصرية يتسق ويتناسب ويتلائم مع الإجراءات المميكنة خارج مصر، حتى يكون هناك استجابة من المستثمرين للاستثمار في جمهورية مصر العربية. فتحول مصر من النظام الورقي إلى نظام الرقمنة كأحد إجراءاته داخل دولاب العمل المصري، هي زي ما حضرتك اتكلمنا مع حضراتكم في القناة الناشرة للعلم، إن هو بنستخدم ما يسمى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. صحيح. وإحنا بمناسبة أنا كمواطن يا فندم، أنا بتكلم أنا كمواطن كمستهلك، يعني هستفاد إيه؟ ولا الإفادة بس هتكون راجعة للدولة عشان خاطر منظومة الضرائب؟ تعليقك. الإيصال الإلكتروني الممول نفسه هيستفيد، لأن هناك جوائز في أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، إن هناك جوائز للممول اللي هو يحتفظ أو هيطالب بالفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وبالتالي بيتم هناك عملية سحب شهري، وبيحصل على جوائز بتتقارب من 15% من قيمة الضريبة اللي هو سددها أو اللي اتحصلت منه. ده الاستفادة. أما بالنسبة ده بالنسبة للمستهلك النهائي أو الممول اللي هو مسجل، برضو بيتم تخفيض الضريبة المستحقة عليه بنسبة 15%. ايضا ان هو بيتم استرداد الضريبه في الوقت المحدد وفقا لاحكام القانون، لان بتبقى اجراءات استيفاء البيانات الخاصه براس الضريبه بتكون اسرع، لان من خلال الاطلاع على المنظومه وتحديد قيمه التعاملات وقيمه الضريبه اللي هو يريد استردادها من مصلحه الضرائب المصريه. فالايصال هو عباره عن مخرجات وحده الاو بي اس للمستهلك النهائي، لانه لا يقوم ببيع هذه السلعه او الخدمه
مرة أخرى، إنما تتوقف مرحلة تداولها عند نقلها من البائع إليه مباشرة، لأن هو بيستهلكها استهلاك نهائي. أدي معنى كلمة إيصال إلكتروني، يبقى هو عبارة عن إيصال بيصدره البائع المسجل إلى مستهلك نهائي غير مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية. أستاذ رجب برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الخير وكل سنة وحضرتك بألف خير. وانت طيب يا فندم والجميع بخير. بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة، في مراحل تانية هتكون موجودة بعد كده، وإيه الفئات المخاطبة بكل مرحلة فيه؟ هي أولا زي ما حضرتك أشرت في البداية وزي ما حضرتك بتسألي، إن الإيصال الإلكتروني بدأ تطبيقه على المجتمع الضريبي اعتبارا من 15/12/2022، وينتهي على المجتمع الضريبي بأكمله في 31/7/2025. بيتم تطبيقه على مراحل وفقا للخطة الزمنية التي تضعها المصلحة بتكليفات من معالي وزير مالية. احنا بدأنا المرحلة الرابعة زي ما حضرتك أشرت هتبتدي في ابريل. احنا بناخد طبعا حجم التعامل من خلال الإقرارات الضريبية لهؤلاء الممولين، وأيضا العنصر الأساسي في تحديده هو مدى وجود ميكنة كاملة لدى هؤلاء. يعني بختار الناس اللي هي عندها الميكنة الكاملة، لأن فيه النهاردة برضو بعض الشركات وبعض المحلات بتبيع لتاجر جملة وتاجر تجزئة وبتبيع لمستهلك نهائي. يعني لو دخلنا على أي منشأة صناعية أو أي سوبر ماركت من اللي هم الكبار، هايبر ماركت أو كارفور أو يعني كده، هو بيبيع لتاجر جملة وبيبيع لتاجر تجزئة، فبيستخدم الاثنين. ولذلك بدأ المنظومة على من يقوم بإصدار فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني. ده الخطة الزمنية، لأن حتى تكتمل المنظومة مع آخر حاجة تكون موجودة بالنسبة لمن هو يتعامل مع المستهلك النهائي مباشرة، وهما المحلات البسيطة اللي هي موجودة في شوارع جمهورية مصر. طب أنا كمستهلك يا أستاذ رجب، يعني أنا بتكلم مثلا في بعض الأماكن ما فيهاش فواتير، بعض الأماكن البسيطة مثلا صالون حلاقة، بائع خضار في الشارع، ده الجزء الأول. الجزء الثاني، لو أنا كمستهلك بتعامل مع حد والممول رفض يديني إيصال إلكتروني، في الوقت ده أنا أقدر أتصرف إزاي؟ تعليقك يا فندم. يعني هو احنا بنتكلم على الحلاق أو بقال الخضار، دي هتكون في المرحلة الأخيرة الأخيرة خالص، لأن طبعا دول زي ما حضرتك ده بيتعامل مع مستهلك نهائي فقط، وهناك ما يسمى بقانون المشروعات الصغيرة، فالناس دي هتكون في ضمن الممولين اللي هم هيندرجوا في قانون المشروعات الصغيرة، اللي هتكون عنده ضريبة قطعية أو ضريبة نسبية لغاية 10 مليون جنيه. فده طبعا وفقا لأحكام هذا القانون اللي معالي وزير المالية بيضع لهم قواعد مبسطة لإصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، لأن القانون بيسمح أن هو يكون هناك ملائمة مع طبيعة النشاط ومع طبيعة الثقافة أو السيكولوجية للممول. صحيح. اللي هو داخل السوق المصري. طب بالنسبة للممول اللي هيتخلف عن إعطاء الفاتورة يا فندم؟ الممول اللي هيتخلف هو طبعا وفقا لأحكام القانون، هناك بيكون هناك عقوبة على هؤلاء الممولين بتتراوح من 20,000 جنيه إلى 100,000 جنيه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ولكن هناك دعوة من معالي وزير مالية للسيد وكيل أول وزارة رئيس المصلحة، أنه لابد من نشر الوعي الثقافي أولا، ثم من خلال ندوات زي ما حضرتك اتكلمنا مع سعادتك مرات عديدة في هذا الموضوع، ندوات عديدة بيتم التعريف بأهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بالنسبة للممول قبل المصلحة، لأن طبعا دي مهمة جدا بالنسبة له، إن هو بيقدر يحصر تعاملاته ويقدر يحدد ضريبته بكل سهولة ويسر، حتى لا يتعرض لأي عقوبة من المنصوص عليه في أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. يعني في وسائل توعية علشان يقدروا ان هم يستخدموا ويتعاملوا مع المنظومة الجديدة دي. نعم يا فندم، احنا عندنا اسبوعيا لابد ان يكون هناك 6 ندوات يوميا، في ندوة اونلاين بخلاف الندوات اللي هي لايف من خلال الاجتماعات مع النقابات. يعني عندنا اجتماع
مع نقابة الصيادلة، عندنا اجتماع مع نقابة المحامين، عندنا اجتماع مع نقابة الأطباء، عندنا اجتماع مع نقابة المهندسين، كل ده علشان نعرفهم مدى أهمية مدى كيفية استخدام الفاتورة الإلكترونية وكيفية استخدام الإيصال الإلكتروني وكيفية استخدام المنظومة الإلكترونية داخل دولاب عمل مصلحة الضرائب المصرية. أستاذ رجب، يمكن عاوز أسأل حضرتك، ثقافة كان عندنا احنا ثقافة غريبة جدا، وثقافة البعبع لما نسمع سيرة فاتورة او ايصال، الثقافة دي بدأت تقل، يعني لازم الناس يكون عندها فكر ووعي ان انا كمستهلك حق يكون في فاتورة في ايدي، ان انا بحافظ على حقوقي، وكمان انت كممول ملزم كمان تديني فاتورة. هل الثقافة دي بتتغير؟ نعم يا فندم، بتتغير بالتأكيد، لان حضرتك انت بتاخد النهاردة تشتري تلاجة او تشتري تلفزيون او تشتري خلاط او تشتري اي سلعة فيها خطاء فيها شهادة ضمان، وبالتالي لابد أن يكون هناك فاتورة صادرة من الجهة البائعة إلى سيادتك، وحتى يتم متابعة فترة الصيانة. يعني حضرتك بتروح تشتري عربية تاخد صيانة لمدة 3 سنوات أو بحد أقصى 100,000 كيلو متر، فبالتالي لابد أن تكون هناك الفاتورة موجودة مع حضرتك حتى يتم المتابعة لخدمة ما بعد البيع. صحيح، بشكرك جدا الأستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. ومعنا خبر بعد كده بيقول: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية، ودكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. هنروح نتابع التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية، كما أجرى سيادته حواراً مع المتقدمين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً بما يواكب التطور المتلاحق على كافة الأصعدة ويرتقي بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري. ورجعنا لحضراتكم تاني، ومعانا خبر من وزارة الصحة بيقول: أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 7,486,000
و363 طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. ودلوقتي معانا على التليفون دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. صباح النور. الحقيقة من الوقت اللي تولى فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وهو دايما مهتم بصحة المواطنين وعمل كتير قوي من المبادرات اللي تخص صحة المواطن، واحنا النهاردة بنتكلم عن صحة الأطفال وهم لسه في مرحلة النشأ، محتاجين نتكلم أكتر عن هذه المبادرة. والله هو حضرتك زي ما تفضلتي طبعا كل اللي حضرتك ده صحيح، انه السيد الرئيس منذ توليه المسؤوليه وهو يولي القطاع الصحه وملف الصحه اهتمام غير عادي، يعني بحكم انه الصحه يعني جزء اساسي يعني ومهم بالنسبه للمجتمعات يعني. وطبعا زي ما حضرتك عارفه انه كان في مبادرات كثيره، بداية من مبادرة 100 مليون صحة والتي اندرج تحتها يعني تحتها مبادرات كثيرة كتير. يعني مثلا زي طبعا فيما يخص السيدات مبادرة كشف مبكر عن سرطان الثدي، ومبادرات زي الأمراض السارية الضغط والسكر والسمنة. طبعا ومن ضمن هذه المبادرات كانت مبادرة الكشف المبكر لطلاب المدارس وخصوصا طلاب المرحلة الابتدائية تحديدا للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم. طبعا يعني السؤال طب ليه المرحلة الابتدائية؟ لانه طبعا زي ما انت عارف حضرتك انه الامراض دي بترتبط بعنصر هرموني وهو هرمون النمو يعني. فعلاج المشكلة دي بيكون يعني بيجيب نتيجة اكتر في طلاب المرحلة الابتدائية من ناحية العلاج بهرمون النمو والتغلب على مشاكل التقزم. طبعا بالنسبة للمبادرة دي زي ما عليك تفضلتي من العام الجاري منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تم فحص قرابة 7,486,000 طالب في 30,000 مدرسة خاصة وحكومية. طبعا الفحص ده بيتم من خلال فرق طبية متدربة. كل الفرق دي بتشمل ثلاث عناصر مهمين، بتشمل على عنصر تمريض وفني معمل وإداري أو مدخل بيانات. بلغ عدد الفرق دي تقريبا في حدود 2,400 فريق طبي. طبعا اللي بيتولى الحملة دي من الأساس هو هيئة التأمين الصحي، بحكم أن الطالب يعني منذ ولادته يعني بداية الولادة حتى إتمام العام التعليم الأساسي بيخضع لمنظومة التأمين الصحي. فالمبادرة دي بالكامل نفذتها هيئة التأمين الصحي. طبعا بيبقى بعد الكشف في حاجة بيسمى كروت متابعة في حال ظهور مشكلة تتعلق بالأنيميا، يعني لو مثلا سي انه لقوا نسبة الهيموجلوبين، طبعا انت عارف حضرتك الأنيميا يعني نسبة الهيموجلوبين بتبقى قليلة وده طبعا بيأثر على التركيز بالنسبة للطالب أو التحصيل الدراسي، فبيبقى في كروت متابعة بحيث أنه الطالب بيتلقى العلاج باستمرار لحين متابعة بالضبط لحين أنه يعني نسبة الهيموجلوبين توصل للمعدل الطبيعي. دكتور تحياتي لحضرتك.
اتفضل. انا صباح الخير ازمارتي. صباح الخير فندم. دلوقتي انا بسال دلوقتي في حاله ان اكتشفنا ان في اصابه لطفل او طفله وخلاص، يعني العلاج بيكون ازاي؟ وهل العلاج ده بيكون على يعني في جزء من العلاج الطفل او الاسره بتتحمله، ولا العلاج بالكامل بيكون على تكلفه الدوله، وخصوصا ان الموضوع ممكن ياخد وقت طويل يعني؟ بالظبط، هو سؤال حضرتك كويس. هو العلاج بالمجان تماما تماما، الطالب لا يتحمل اي شيء فيه او الاسره يعني تماما. زي ما حضرتك تفضلت، هو بيبقى فيه حاجه اسمها كارت متابعه، لما بيتم اكتشاف انه هو فعلا مصاب ومحتاج يعني علاج لفترة معينة، يعني طبعا هي مش يعني بتبقى مثلا فترة في حدود من 3 لـ 6 شهور بس علاج مكثف، بحيث انه ده في حالة الانيميا يعني. لكن طبعا بالنسبة لمشاكل زي التقزم بتبقى فعلا بتاخد فترات طويلة، لانه بيبقى محتاج حاجة اسمها هرمون النمو، طبعا بيتاخد جرعات لفترات طويلة. وبالمناسبة يعني تكلفته يعني غالية، لكن التكلفة دي بتكون على جانب الدولة بالكامل، يعني الطالب أو الأسرة ما بتتكلفش أي شيء من هذا القبيل. يمكن المبادرة يعني بصراحة، ودي مش المبادرة الأولى ولا الأخيرة أنا عارف يعني، وفي مبادرات عملاقة كمان، فيروس سي دي تعتبر هرم من أهرامات مصر يعني. ولكن بسأل حضرتك، أتمنى أن يكون في توعية كمان من الأهل، يعني دور وزارة الصحة طبعا الموضوع في مجهود كبير جدا على أصحاب البلطو الأبيض، كمان تكلفة مادية كبيرة جدا. ولكن أنا بناشد الأهل والأسر، يعني بنلاقي دلوقتي في حاجه من اتنين يا دكتور، يا اما طفل ضعيف جدا مش بياكل كويس، يا اما طفل بياكل كتير جدا فبيبقى سمين، والاسره مش بتاخد بالها لا هذا ولا تلك. تعليقك يا دكتور. والله ده كلام ممتاز جدا وكلام علمي جدا. طبعا حضرتك الـ الامراض اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني في الاساس بتبقى ثقافه اسره. يعني مثلا حاجه زي السمنه، بالمناسبه السمنه دي مش معنى انه الطالب انه بياكل مثلا اكل صحي، ده ربما يكون ناتج عن انه هو مركز على حاجات جانكي فود او الاكلات السريعه، بالاضافه الى التركيز على نوع معين او نشويات اكثر من اي حاجه تانية. ده يا دكتور انا عاوزه اتكلم مع حضرتك في نقطه، ان الاهالي في السن الصغير لاطفالهم بيقولوا ان هو طفل فمحتاج يتغذى كتير او محتاج ياكل كتير عشان يبني جسمه. بالظبط، بس هو للاسف مش معنى التغذيه الكتير، انا عايز توازن في الوجبات الغذائيه. مش تركيز على نوع معين من الاكل دون الاخر، يعني انا عايز ان الاسره، طبعا هي وزاره الصحه عامله ندوات تثقيفيه في هذا المجال، يعني هي بتجيب اولياء الامور وبتجيب الطلبه وبتعمل لهم توعيه صحيه، لكن انا بالنسبه حاجه زي التغذيه دي مش لازم يبقى في حاجه اسمها عنصر تكاملي في الوجبه الغذائيه. مزلوب. يعني الوجبه الغذائيه لازم تحتوي على كربوهيدرات، تحتوي على بروتين، تحتوي على فيتامين صح، ورقيات وحاجات كده. يا دكتور الغريب يا دكتور في الموضوع، ان انا بستغرب من حاجه، ان الاقي دايما الاهل بيقدموا بيقدموا السم لاولادهم، ولما بيروحوا يكشفوا الاقي مثلا الام بتتفاجئ، معقوله عنده سمنه؟ يعني حضرتك مش واخده بالك، حضرتك مش عارفه ان كل ده يعني موجود قدام حضرتك بقاله سنين. بالظبط، هي دي للاسف، ان هم بالرغم انه ساعات بيبقوا برضه في يعني احنا مش بنتكلم على اسر كلها يعني تجهل النظام الغذائي، لكن في اسر عارفه بالمخاطر الغذائيه لبعض الاغذيه والمشروبات وخصوصا المياه الغازيه. صحيح. واللي هي في بتؤدي في الاخر الى والسكريات والحلويات الكتير اللي هم بياكلوها بره، وتفاجئ انه بعد كده انه ساعات بيحصل لو كان الاسره فيها تاريخ مرضي لحاجه زي مرض السكر مثلا. صح.
صحيح. يلاقي انه بيحصل اصابه للطفل هو بمرض السكري بسبب السمنه دي وبيخش في قصه بقى انسولين وحاجات من هذا القبيل. يعني المفروض انه التوعيه الجيده تبدا من الاسره، لانه برضه في الاول والاخر ده طفل ومرحله ابتدائيه، فهو مش عارف يعني مصلحته بالنسبه للاكل فين. لكن الاسره هي اللي بيبقى عليها العنصر الاهم، ازاي تعمل وجبه غذائيه متكامله من ناحيه كل العناصر الغذائيه، سواء فيتامينز، كربوهيدرات، بروتين. وده طبعا ده هيجنبه من مخاطر الاصابه بالسمنه، هيخلي تحصيله الدراسي احسن، هيخلي يعني في يعني نوع من انه يبقى يعني بنيانه كويس. لكن حته ان انا اسيب الاكل او على هوا الطالب دي او التلميذ، فدي مشكله كبيره، لانه طبعا زي ما انت عارف حضرتك انه الطلبه او التلاميذ بتميل الى الحاجات اللي فيها سكريات اكثر. صحيح. اللي فيها بيفرج اكثر، يعني طعم مثلا زي الشيبسي زي مش عارف ايه الحاجات دي، ودي من اخطر الحاجات اللي ممكن الطالب يعني ومش مدرك بيها، لانه طبعا في عناصر بتبقى كارسينوجينيك، حاجه مسببات سرطان ويعني بتدخلنا في مشاكل كتيره جدا. فالتوعيه بالنسبه للاسره لازم الاسره هي اللي تاخد بالها من النقاط دي، حتى بفرض انه يعني بالضغط على التلميذ انه هو لا ده مش في مصلحتك، يبقى ما ينفعش انك انت تيجي جنبه. يعني هي دي النقطه الاساسيه. صحيح. لكن ما تسيبش التلميذ او الطالب هو اللي يختار غذائه بنفسه. صحيح. دكتور مجدي عدلي، مدير اداره مستشفيات مكافحه العدوى والجوده الشامله، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده بيخص وزاره الداخليه. في اطار مبادره كلنا واحد جيل جديد تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، نظمت زياره لشباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده لمتحف الحضارات. هستاذن حضراتكم نطلع نشوف التقرير ده، وبعد التقرير خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده بيخص ايه؟ البطيخ، فاكهة كلنا بنحبها، بس الحقيقة هو مش فاكهة، هو خضار. انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات حول وجود كمية من محصولات البطيخ بالأسواق قبل موعده بنحو شهرين، والسؤال هل هو آمن صحيا وظهوره في التوقيت ده أمر طبيعي؟ وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا في صباح مين. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين، وطبعا انتم كل فلاحين مصر بيشكروكوا والمواطنين نفسهم على الاهتمام الكبير بالموضوعات الزراعية خاصة. صحيح. قبل ما اتكلم عن البطيخ يا حاج، انا عايز اسال بشكل عام، احنا بدانا نشوف الفتره الاخيره دي محاصيل كتيره مش البطيخ بتطلع في اوان غير اوانها، ويعني بصراحه يعني كمان الطعم بيكون مختلف، والالوان بتكون مثلا يعني مثلا زي الخيار يبقى داكن وطول السنه موجود، مثلا البرقوق بدا يبقى موجود صيف وشتاء، بقت في حاجه كده متلخبطه. تعليقك يا فندم. الحقيقة دي يعني كلامك يعني صح 100%، وده يرجع للتطور في طرق الزراعة على رأسها طبعا الاتجاه للمزارعين للزراعة تحت الأنفاج البلاستيكية في معظم الخضروات، على أساس إن هي بتبقى يعني وعايز خضار يطلع في وقت معين، فالعين دلوقتي بيجوا عايزين مثلا يطلعوا البطيخ في شهر رمضان عشان يبقى فيه يعني أسعار عالية، يطلعوا يعني خيار بدري، فبيلجأ للزراعه داخل الانفاق البلاستيكيه او الصوب الزراعيه، وبالتالي هو بيحدد اليوم اللي يطلع فيه حتى المحصول، لان الخضروات دي الحاجات دي بيبقى ليها عمر معين بتطلع فيه، هو بيقيس، هو بيتحكم في درجه الحراره داخل النفق او الصوب الزراعيه، وبالتالي المناخ ما بيبقاش عائق بالنسبه له. ده التطور اللي خلانا بنشوف معظم الانواع قبل ميعادها. ولكن يا حاج بيكون مثلا يعني انا لو سالت حضرتك البطيخ اللي بيطلع في اوانه
هيكون نفس طعم البطيخ اللي بيطلع في اوان غير اوانه وبنتحكم فيه بنظام الصوب الزراعيه، يعني ده زي ده؟ الحقيقه طبعا ان هو من المفترض ان هو يبقى نفس الطعم، لكن المعامله نفسها الزراعيه هي اللي بتخلي الطعم مختلف. يعني البطيخ ده في بطيخ منه بيتزرع بعلي، في بطيخ اسمه مسجاوي، كل البطيخ اللي هو البعلي ده بيشرب على الميه الجوفيه بيبقى طعمه احلى، اللي بيشرب ميه كتير طبعا طعمه بيبقى يعني ما فيش ابلاح كتيره في الطعم، وبالتالي الناس كده مش مسكر قوي، وبالتالي انت بتحس ان الطعم مختلف. كمان لما يبقى ماشي في اوانه الشمس نفسها لها دور في جوده الثمره وحلاوه الثمره، وبالتالي ساعات اللي بيبقى تحت الانفاج بيبقى يعني طعمه مختلف شويه، هو بيبقى شكله يمكن افضل في الشكل لكن الطعم غالبا بيبقى مش كويس قوي. تاني حاجه ان احنا كمان التغذيه بتاع النبات نفسه، يعني انا ممكن النبات اديله ميه كتير بحيث ان الثمره تكبر عن حجم في الحجم بتاعها بدري، وبالتالي طعمها بيبقى مش كويس لكن هي بتبقى حجمها كبير. صحيح. انا لما ببيع بالوزن مش ببيع بالطعم، وبالتالي دي يعني موضوع اقتصادي 100%. لكن انا بطمن حضرتك على الهوا وكل الساده المشاهدين ان مفيش حاجه اسمها بطيخ مسرطن ولا طماطم مسرطنه ولا الكلام اللي احنا بنشوفه، حتى لو في حجم كبير شويه او قليل يقول لك ده مغرمل وحاجات زي كده، ده كله معاملات زراعيه. يعني انا في ناس كده بتعمل عمليه حتى في البرتقال مثلا بيجي يعطشه وبعدين يسقيه تلاقي البرتقاله يعني كبرت حجم كبير كده قبل في وقت معين من السنه، تلاقي شكلها كبير كده وتلاقيها بس هي تفتح تلاقيها صغيره من جوه. فدي حاجات يعني كلها معاملات زراعيه. ويعني في عامل تاني مهم ما ننساهوش هو العوامل المناخيه. العوامل المناخيه دلوقتي احنا عندنا ساعات الشتاء بيتقدم شويه، درجه الحراره بتعلى، فبالتالي بتزيد النضج بتاع الخضروات وتلقى الحاجه قبل موسمها في بعض الاحيان. صباح الخير يا حاج حسين، وكل سنه وحضرتك بألف خير. صباح الفل عليك وعلى كل سنه. صباح النور. يعني أنا أتأكد من حضرتك دلوقتي إن الفاكهة اللي بتظهر في أوان غير أوانها دي صحية وما فيهاش أي خطر على الصحة. ده أنا بقول لحضرتك ده ميزة دلوقتي إحنا بنشوفها. إحنا عندنا دلوقتي الخضروات والفواكه طول السنة موجودة. أولاً لطرق الزراعة الجديدة زي ما قلت لحضرتك، ثاني حاجة طرق التخزين. يعني إحنا دلوقتي في تطور كبير في طرق التخزين. في ناس ممكن تخزن فواكه لأن الفواكه بالذات غير الخضروات. ما ينفعش انا ازرعها باستمرار لان هي حاجات اشجار مستديمه في الارض، وبالتالي في الفواكه انا بخزن الثمار، في الخضروات انا بزرع في الوقت اللي انا عايزه عشان انا بزرع داخل الصوب وبزرع في الوقت اللي انا عايزه، وبالتالي دي حاجه ما تخوفش. احنا كل الكلام كان في السوشيال ميديا والناس كلها كانت بتسال على البطيخ مستغربين، لكن هم طبعا وفي كلام كتير بيتقال ان هو مش صحي يا جماعه، في مواد مسرطنه ومش عارف ايه، فاحنا بنتاكد من حضرتك النهارده ان الـ كل المحاصيل اللي بتطلع في اوان غير اوانها دي صحيه. الحقيقه احنا طبعا عندنا ذاكره الاسماك، احنا لو رجعنا للسنه اللي فاتت هنلاقي نفس الكلام اتقال على البطيخ في الوقت دوت، بس ما قالوش بقى طلع قبل اوان، ده قالوا ده البطيخ مهرمل ومسرطن، وقالوا قبل كده على المانجا اتاخرت ليه وحاجات زي كده. فاحنا في ناس كده يعني متقله مثلا شهر رمضان بيبقى ما فيش بطيخ، يجي شهر رمضان مثلا يبقى فيه بطيخ، تبصوا لها ازاي. ده كله حتى السنه بتلف والشتاء بيتقدم وبيتاخر، تغيرات المناخيه، طرق الزراعه الجديده، المعاملات المتطوره. كمان في عامل مهم نفسه التقاو نفسها اللي احنا بنزرعها. يعني في التقاوي دلوقتي اللي احنا بنستوردها تقاوي متطوره جدا، بتبقى ساعات بتبقى يعني مبكره النضج عن الميعاد، وده ميزه في التقاوي، تبقى غاليه السعر على اساس تنضج بدري، وبالتالي الفلاح يبيع باسعار عاليه. لما الحاجه بتطلع في الاول بيبقى بشاير، الناس بتبقى تتقافت عليها وتبقى اسعارها عاليه. في عوامل احنا عندنا في مصر اكتفاء من البطيخ ولا بنضطر ان احنا نستورد؟ عايزين نطمن عشان احنا بنحب البطيخ جدا بصراحه. احنا عندنا اكتفاء ذاتي من كل الخضروات والفواكه، والبطيخ طبعا خضر عندنا اكتفاء منه وبنصدر منه. يعني احنا السنه اللي فاتت صدرنا حوالي 10,000 طن من البطيخ فائض عن الحاجه. فالبطيخ من الخضروات اللي احنا عندنا اكتفاء ذاتي منها، ما بنستوردش بتاتا اي بطيخ من الخارج. احنا كمان توصلنا
في مركز البحوث الزراعيه الى تقاوم البطيخ. احنا دلوقتي بنشوف بطيخ اصفر من داخل واحمر، ساعات اللب بتاعه بيبقى احمر او اصفر، كمان القشره بتاع البطيخ ساعات تبقى مخططه، ساعات داكنه، ساعات يعني دي كلها انواع من البطيخ بقى مختلفه. وبالتالي يعني احنا بننعش حتى المواطن يعني في الطعم والشكل جميع الخضار. طب يا حاج حسين، هو بسبب التقلبات الجويه كتير اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، شويه الجو يبقى حر شويه يبقى ساقعه، هل هيحصل اي تقلبات في الفاكهه الصيفيه في الموسم ده؟ الحقيقه ده وارد. يعني احنا دلوقتي لو الحراره مثلا ارتفعت عن الحد الطبيعي او انخفضت، وده اللي العالم كله بيمر بيه، احنا ممكن نلاقي الحاجات يعني تزهر قبل ميعادها وتنضج ساعات قبل ميعادها، لان دي بتعتمد كله على درجه الحراره. النبات ده يعني عنده بيحس بالجو بطريقه يعني كبيره جدا، وبالتالي هو بيزهر في وقت معين وتنضج الثمار طبقا للمناخ. لو بقى في يعني درجه بروده عاليه او درجه الحراره منخفضه، ده كله بيأثر على الانتاج سواء يعني بدري او وخر. تاني حاجه زي ما قلت حضرتك، الاصناف الجديده اللي احنا بنزرعها، عندنا مانجا مثلا على سبيل المثال متتاخر جدا في النضج. المانجا ديت المستورده من الخارج اسمها الكيت والكين، ساعات بتطلع بعد المانجا كلها بتخلص تلاقي المانجا الكبيره الحجم دي، ده بتبقى في شهر 12. دي كلها دي يعني نوع المانجا نفسه ده بيطرح في الوقت ده. فاحنا النوع نفسه والاستنباط الانواع دلوقتي بتاثر كبير كمان في وجود الثمار في الاسواق او عدم وجودها، بالاضافه الى المناخ زي ما قلت حضرتك. فكره الاستنباط بقى، مفيش اي توجه ان يكون عندنا بطيخ مثلا مربع او مستطيل كده زي الصين؟ الحقيقه دي حاجه سهله جدا بالنسبه للمربع والمستطيل، لان دي كمان مش استنباط، ده نوع من الزراعه. يعني انا بقى البطيخه بتنزل في الاول بتبقى حجمها صغير جدا، يمكن يقارب الليمونه كده، فبالتالي انا ممكن احطها في اي شكل، هي بتاخد كده الشكل اللي هو اللي هي جواه، لانها بتتشكل حسب الشكل، لكن ما بتبقاش نوع من الثمار ولا حاجه، من نوع من التاو قصدي. فهي طبعا احنا يعني دي حاجات كان بيعملوها الجماعه الصينيين واليابانيين بحيث انه يغري الزبون يلاقي حاجه مختلفه. ودي من بقول لحضرتك من الحاجات اللي هي يعني بتسهل في التسويق. ده احنا ممكن نعملها في حاجات كتيره جدا، نخلي شكل الثمره زي ما احنا عايز. لذلك انت حضرتك ممكن تشوف البطيخ طويل شويه مثلا او مش معدول، ده بينزل في على الارض فبياخد شكل المكان اللي هو بينزل فيه. هم بس فكروا في الفكره دي عشان خاطر مرحله التخزين، كانوا بيحطوه جوه صناديق كده جواها سوست عشان خاطر تطلع البطيخه مستطيله عشان التخزين دي ما ياخدش مساحه يعني. تمام، هي دي بقى يعني حاجه من الحاجات، او يعني ممكن الشكل او التخزين. احنا دلوقتي بنشوف كمان زي ما قلت حضرتك بطيخ مثلا ممكن يبقى لونه من جوه مختلف جدا. صحيح. ده الاستنباط، لان ده بدخل انا في الجينات اللي هي علم الوراثه. لكن الشكل ده يعني ده حاجه يعني تعديل في الشكل الثمره، ودي طبعا الفكره بتقول عليها حضرتك ده تبقى كويسه جدا في التخزين. لكن للاسف الشديد احنا عندنا البطيخ يمكن من الخضروات اللي هو صعب تخزينها شويه، لان يعني فسادها بتبقى اكتر. يعني سريعه الفساد، سريعه التلف، كل الخضروات يعني، فتخزينها بيبقى صعب الا بقى لما يبقى فيه مبردات كبيره، وطبعا ودي حاجات عايزه يعني مصاريف كتير وممكن تخسر على الناس اللي بتخزنها. يعني انا اخسر يعني اخزن حاجه المفروض ان انا ببص للجدول الاقتصاديه بتاعتها. صحيح. البطيخه خزينها مثلا شهر تتكلف قد ايه، يبقى ابيعها بعد شهر قد ايه، ده كلها عوامل بيبص لها التاجر يعني. صحيح. طيب عايز اسال حضرتك برضو، هل بيتم التواصل ما بين المزارع وما بين وزاره الزراعه من الناحيه الارشاد، يعني دايما تكون دايما في متابعه والناحيه الارشاديه بالنسبه للمحاصيل؟ الحقيقه طبعا ده فيها تطور برضو، لان احنا الارشاد الزراعي المترجل ده مش موجود نهائي دلوقتي في مصر. اللي هو كان بينزل مرشد الزراعي يمر على المحاصيل ويقعد مع الفلاحين، ده يعني غاب خالص وانقرض المرشد الزراعي من مصر. لكن الارشاد دلوقتي بقى ارشاد متطور، يعني احنا ممكن نلاقي بيان من وزاره الزراعه في السوشيال ميديا على صفحه وزاره الزراعه، نلاقي في قنوات وزاره الزراعه، في القنوات اللي زي
القناه اللي الساده المشاهدين بيسمعوها دلوقتي او غيرها، دي كله ده ارشاد زراعي. فده يعني هو الفلاح بيتلقى الارشاد دلوقتي زي كده، والفلاح طبعا علشان طول اليوم في الغيط في تطبيقات معموله ممكن هو ما يعرفش يدخل عليها كمان. صحيح. لكن المعلومه دلوقتي بتوصل زي النار في القشيم، خاصه المعلومات المهمه. يعني احنا لو قلنا دلوقتي سعر القمح النهارده في التلفزيون في قناه واحده هنلاقي الناس كلها عرفت، فده المعلومات بتوصل بهذه الطريقه. لكن احنا عايزين تكثيف في موضوع المعلومات خاصه في وقت الزراعه، لان احنا دلوقتي زي ما قلت حضرتك هو التبكير او التاخير في ميعاد الزراعه بيقلل الانتاجيه، وبالتالي وقت الزراعه دلوقتي بيتغير من سنه لسنه. في فلاحين بيفضلوا يزرعوا في نفس الوقت اللي هو بيزرع فيه كل سنه على اساس ان الوقت ثابت. لكن وزاره الزراعه لها دور كبير في الموضوع، دوره والخبراء ان هم يغيروا الميعاد زي ما حصل السنه دي في القمح، ازرع في الوقت الفلاني. صحيح. الفلاح يعني بيزرع في الوقت فالمحصول بيبقى احسن يعني. قبل المكالمه كنت بتكلم مع زمايلي وانا قلت لهم البطيخ خضار وهم قالوا البطيخ فاكهه، تعليقك ايه؟ لا انت طبعا انت الصح، البطيخ خضار رغم الناس كلها تعتقد انه فاكهه. البطيخ حتى اللي هو بيزرعين البطيخ او يشوفوا البطيخ على الارض هتلاقيه. طب ليه يا حاج حسين ليه بطيخ والطماطم فاكهه؟ ليه نقول لهم ايه الفرق ما بين الخضار والفاكهه؟ طبعا الفاكهه عموما بتبقى فيه شجره، الطماطم دي شجره رغم انها صغيره شويه لكنها شجره، لكن البطيخ ده احنا بنسميه عرش، يعني حاجات اللي هي تبقى العرش بتاعه الخضار بتاعه ما يبقاش اشجار، بتبقى عروش. ودي طبعا حاجات تسميات، هو في ناس كتيره بتعتقد ان البطيخ فاكهه فعليا والخضار والطماطم خضار، لكن دي طبعا مش هتاثر في الامر شيء، لكن هي معلومات علميه الناس لازم المفروض تعرفها. صحيح. حتى ممكن يبقى في مسابقه ولا حاجه الناس تكسب في حاجات زي كده. حاج حسين احنا بنشكرك جدا على اسلوبك الشيق الممتع، وكل سنه وحضرتك طيب. بشكر الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. ولسه مكملين مع حضراتكم في الفقره الاخباريه، بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. مهما كان بينها وما بين الشمس حاجة، تلقى في الشدة الرجال زي الغلال يعدلوا الحال اللي ماله ما كانش عاجب. كل يوم بيعدي والحد السعادي، التاريخ يكتب حكاية من بلادي، فيها أب مسلم الراية الولاد، فيها أم بدعوة بتهد الأهل، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، فيها عرض ضربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، فيها عرض ضربها متقدر بغالي، بس للأسف الحكاية فيها دمع، لما بال الخوانة لما وصوته جمع، المساجد سبحت فيها الملايكة، والكنايس ما انطفش جواها شمع، والحكاية للنهاية تستمر، بلدي هتحارب وهتداوي الألم، فينا سر غريب ما يتصنفش سر، والعمار يبقى بمحبة وبسلام، فيها ابني بيترمي في حضن المخاطر. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وفي تحذير من هيئة الأرصاد الجوية إن في كتل هوائية باردة جاية من الصحراء الغربية.
محتاجين نعرف أكتر عن هذا التقلب في الجو. معانا دلوقتي على التليفون دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بألف خير. صباح النور وحياتك طيبة وبخير، وكل مشاهديك بخير يا فندم. شكرا يا فندم. محتاجين نعرف أكتر من حضرتك، هي موجة البرد اللي احنا فيها دي مؤقتة ولا يعني هتستمر لحد إمتى؟ وحضرتك درجات الحرارة إلى حد ما مرتفعة لليوم الثالث على التوالي تقريبا. يكفي أن أقول لحضرتك بالأمس القاهرة سجلت 32 درجة مئوية في الظل. طبعا التوقعات كلها بتشير إلى استمرار هذا الطقس الحار اليوم على القاهرة الكبرى عموما، بيكون إلى حد ما معتدل على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط زي اسكندرية ومطروح العريش بورسعيد، وما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، ده بالطبع خلال ساعات النهار. لكن ليلا الجو ما بين الماء للبرودة في بداية الليل وبارد خلال الساعات المتأخرة منه. بشكل مؤقت غدا في انخفاض طفيف في درجات الحرارة حوالي 4 درجات. فعلى سبيل المثال القاهرة الكبرى النهاردة العظمى المتوقعة عليها ما بين 31 إلى 32 درجة، غدا قد تصل إلى 26 درجة بالكثير. ثم تعاود ارتفاعها مرة أخرى إن شاء الله اعتبارا من يوم الخميس القادم بإذن الله. صحيح. دكتور صباح الخير يا دكتور، كل سنة وأنت طيب. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. تعبنا بقى يا دكتور بقى، مش هنخش على الصيف بقى خلاص، عايزين الشتاء يخلص. توقعات حضرتك الأيام اللي جاية إن شاء الله. حضرتك يعني الشتاء خلص حياتك، احنا بدأنا في فصل الربيع. احنا عايزين بقى نخش على الصيف على طول بقى، يبقى الجو على طول حرارة بقى، يعني خلاص تعبنا. ان شاء الله باذن الله يا فندم. توقعاتك يا فندم الايام الجايه، يعني خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله الحراره هتزيد ولا يبقى فيه برضو اختلاف درجات حراره؟ يعني بص، طالما ان احنا في فصل الربيع حضرتك درجات الحراره زي الموجات بالظبط، يعني هتلاقي 3 4 ايام في ارتفاع يعقبه سريع انخفاض والعكس صحيح. فزي ما قلت من دقيقه تقريبا حضرتك، احنا اليوم الرابع على التوالي النهارده درجات الحرارة مرتفعة والجو هيستمر حار، لكن بكرة في انخفاض زي ما قلت من 4 إلى 6 درجات تقريبا، ثم درجات الحرارة تعود مرة أخرى للارتفاع اعتبارا من يوم الخميس لتتخطى 30 درجة مئوية. صحيح. طب حضرتك احنا محتاجين نصايح لكل الناس عشان تتعامل في هذا الجو، وخصوصا ان اتقال ان في كتل هوائية وفي رياح، فنصائح حضرتك ايه للناس؟ لا، هو نشاط الرياح ده محدود جدا حضرتك، لكن غير مؤثر على الانشطه اليوميه. النصيحه الاهم هو عدم تخفيف الملابس خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح، لان درجات الحراره بتبقى منخفضه والجو الى حد ما بيبقى بارد، لكن طبعا خلال ساعات النهار مع سطوع الشمس والارتفاع في درجات الحراره مفيش مشاكل ان احنا نخفف من ملابسنا بشكل متوسط نسبيا. قائد المركبات على الطرق هيلاحظوا انه اعتبارا من الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح في شبوره مائيه كثيفه احيانا على الطرق، خاصه الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه. صحيح. دكتور طيب نقول ايه للناس؟ لان حضرتك يعني شفت في الخبر ان في نشاط وفي اتربه، وكمان عايزين نصيحه كمان، ربنا يكون في عون مرضى الجيوب الانفيه اللي انا واحد منهم يعني. هو طبعا مع نشاط الرياح ده بدوره بيؤدي الى انخفاض الرؤيه على الطرق، خاصه الطرق الصحراويه وعلى المناطق المكشوفه، فهنا على قائد المركبات طبعا القياده بهدوء. اما بالنسبه لمرضى الجيوب الانفيه والامراض الصدريه بوجه عام، يفضل بالفعل الابتعاد عن مثل هذه الاجواء لحين هدوء الرياح. دكتور وحيد سعودي خبير الارصاد والتحليل الجويه كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرة الأخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة اللي هنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا. Thank you.
برحب بحضراتكم من جديد وفقرتنا الثانية فقرة الصحافة ونحلل فيها أبرز المنشطات. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. صباح خير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا استاذ مايكل، صباح الخير استاذ مارينا، صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. صباح النور يا فندم، دايما منورنا في صباحنا. ناخد مع بعض الخبر الاول. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدوله على اتباع اعلى المعايير العلميه والفنيه لانتقاء افضل العناصر للوظائف العامه. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدوله على اتباع اعلى المعايير العلميه والفنيه لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانيات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علميا وتكنولوجيا وفنيا وعلى جميع الأصعدة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري. يمكن واحنا بنتكلم عن الخبر ده يا فندم وبكلم عن اهتمام سيادة الرئيس وبكلم برضو عن الاهتمام بالشباب وكمان الاهتمام بالنواحي الفنية والتقنية بما يخص التقديم للوظائف، يعني محتاجين يكون عندنا فعلا جمهورية جديدة واحنا بننتقي الأشخاص في التعامل وتحول الدولة من النظام الورقي إلى النظام الرقمي. تعليقك يا فندم. شوف، هو طبعا مسألة تطوير الأداء ده في مؤسساتنا الحكومية مسألة في غاية الأهمية، والآن زي ما حضرتك أشرت كده تنطوي على أكثر من محور لهذا التطوير، سواء كان أولا الفئة المستهدفة من مؤدي الخدمة العامة في خلال السنوات القادمة، وهنا بتكلم عن محور الشباب، أهداف الوظائف العامة وكيفية أداء هذه الوظائف وما تستهدفه الدولة من خدمات تقدمه إلى السادة المواطنين من خلال هذه الوظائف العامة. الحقيقة مسألة في غاية الأهمية. حضور الرئيس السيسي لمثل هذه الأمور هو طبعا حضور رمزي، يعني على اعتبار انه يعني في نفس الوقت ده على اهتمام قيادة الدولة، وطبعا بيؤشر على هذه المسائل بمثل هذه الأمور الضرورية جدا، لأنه مسألة طبعا أستاذ مايكل مسألة تطوير الأداء، يعني زي ما أنا قلت كده بتعني تطوير كل شيء يخص الحياة الوظيفية من أول قناعات الوظيفية لدى الموظف العام. يعني أنا موجود هنا في الوظيفة العام لماذا؟ ما هو المستهدف؟ كل واحد فينا يعني في هذا المحيط الوظيفي يجب أن تكون لديه قناعات بقيمة وأهمية ما يؤديه من خلال هذا الإطار من الوظائف العامة. احنا بنتكلم يعني الخبر اللي بين حضرتك بنتكلم عن تربية وتعليم، تربية وتعليم، يعني اعتقد انه ما فيش اهم من موضوع التربية والتعليم، بيحتاج فعلا لتطوير كبير جدا داخل الحقل التعليم. يعني الحقيقة انه الناس او الشباب الجديد اللي هيتعين واللي هيشتغلوا في هذا الحقل التعليم فعلا لازم يبقوا زي ما انا قلت بالضبط مقتنعين بأهمية تواجدهم في هذه او في هذه الدائرة التعليمية اللي بتشرف بالتأكيد على يعني خلق أجيال جديدة من المواطنين المصريين. مسألة الاهتمام بهذه الوظيفة وأبعادها المختلفة مسألة مهمة جدا جدا جدا، فإشراف أو التواجد السيد الرئيس في مثل هذه الاجتماعات بالتأكيد هو يعني تواجد رمزي. الأهم أيضا أنه تكون كل الاجتماعات يعني على أو في إطار هذا النوع من يعني هذا النوع من الأداء تكون على نفس المستوى، يعني في الشكل وفي المضمون كمان. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز اقول انه مسألة الاجتماعات الخاصة بالاختيارات الحقيقة
للمعلمين الجدد، لانه طبعا في مسابقه طرحت ويعني منذ فتره لاختيار يعني عدد كبير جدا من بناتنا ومن شبابنا او من شبابنا ومن فتياتنا اللي هيدخلوا الحقل التعليمي لتغطيه العجز المعروف في التربيه والتعليم. الاهم ان تكون يعني هذه الاختيارات على المستوى المطلوب الذي تطمح له قيادة الدولة. يعني الحقيقة يعني طبعا كلنا بنثق في يعني الاجتماعات اللي بيشرف عليها الرئيس السيسي ثقة كاملة، لكن كل الاجتماعات اللي من نوعية دي وما بيحضرهاش الرئيس السيسي نتمنى أن تتم بنفس بنفس يعني صحيح. بنفس الاهتمام بنفس النسق. يعني ببساطة كده عشان نبقى بنتكلم كلام منطقي جدا، عملية الاختيارات في مثل هذه الظروف الطبيعية أتمنى أنه يعني لا يشوبها مجاملات، لا يشوبها استغلال للنفوذ، لأن دي مسألة مهمة جدا وتؤسس إلى خلق أجيال قادمة. أنا هنا بتكلم عن التربية والتعليم، إذن بتكلم عن يعني منظومة بشكل عام، منظومة إنتاج مجتمع، ده اللي أنا أقصده. عشان كده المسائل يعني عشان كده في خصوصية للتربية والتعليم، كلنا يعني مع هذه الخصوصية وكلنا ندرك قيمة هذه الأهمية لهذا القطاع الحيوي، يعني اللي بيأثر تأثير كبير جدا على مستقبل مصر المتنوع. يعني كل يعني هي يعني بيئة إنتاج المصريين، أيوة فأعتقد إنها مسألة مهمة جدا بداية جدا أستاذ رجب جدا. تكون هذه يعني هذه المؤسسة تكون بداية وباقي المؤسسات يعني بتكون بنفس التربية والتعليم الحقيقة والعنصر البشري. طبعا التربية والتعليم الحقيقة أنا رأيي الشخصي يعني التربية والتعليم ثم مؤسسات تشكيل الهوية زي الأزهر والكنيسة والأوقاف ووزارة الثقافة الى اخره، وما يتعلق ب يعني الـ 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 الابداع سواء كان يعني الابداع الثقافي والابداع الفني. المسائل هذه مثل هذه الامور انا رايي الشخصي ان دي ارضيه اللي تنطلق منها الدوله لانتاج او للتطور، يعني دي الارضيه اللي على اساسها نقدر نقول اذا تم تكوينها والاشراف عليها وكان العمل فيها بالمستوى المطلوب يؤثر بشكل كبير جدا فيما ينتظر مصر من مستقبل مختلف، سواء كان بقى يعني مستقبل اقتصادي، مستقبل سياسي، مستقبل اجتماعي الى اخره في مثل هذه الامور. يعني انا اثمن جدا هذا الحضور للرئيس السيسي، لكن في نفس الوقت اتمنى سواء باشراف مؤسسة الرئاسة او يعني المؤسسات المعنية الأجهزة الرقابية في مثل هذه الأمور، أتمنى أن تكون موجودة بشكل أو بآخر على أساس يعني نؤسس فعلا لعمليات تجهيز واختيارات كما نطمح دائما في مجال الوظائف. أستاذ رجب ننتقل للخبر اللي بعده، بيقول عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من المسؤولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة والتي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله. تعليق حضرتك على هذا الخبر، وعايزين نعرف العوائد الاقتصادية اللي هتتحقق من إقامة هذه المشروعات وكمان دورها وتأثيرها في خلق فرص عمل للشباب. شوف يا استاذ مريم، هو الخبر شارح نفسه، هو زي ما انت قلت بالظبط كده، هو في الاساس يستهدف عمليه جذب الاستثمارات سواء الاجنبيه ولا العربيه او المحليه. يعني الحقيقه بعد ما انفقت الدوله يعني على قطاع البنى التحتيه سواء العامه والخاصه، وحضرتك والاعلام والدنيا كلها تشهد انه الدوله يعني انفقت
أرقام كبيرة جدا جدا في تطوير وتحديث هذه البنية العامة والبنيات المتخصصة، سواء يعني كلهم في مجال الاقتصادية التعليمية إلى آخره يعني. استطاعت بالفعل الدولة، يعني فعلا الدولة قدرت إن هي تطور هذا القطاع بشكل كبير جدا. بس الأهم من هذا، أو أهم من هذه المسألة، هو استفادتنا الحقيقية من هذه البنى بالشكل يعني اللي يناسب طموح الدولة وتخطيطها وهي بتعمل هذه البنى التحتية. الحقيقة يعني الدولة انفقت على المشروعات الضخمة في البنية التحتية انفاق كبير جدا، وخلينا منطقيين، تحمل عبء هذه البنى التحتية وإقامتها بهذا الشكل الرائع المواطن المصري في ظروف قاسية جدا 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 في السنين اللي فاتت. ده معناه ببساطة كده يا أستاذة مارينا إنه إن احنا بنتكلم عن دولة محتاجة تسوق نفسها يعني بشكل أفضل من كده. الدولة محتاجة تسوق كل الفرص المتاحة لديها في كل قطاعات الدولة الاستثمارية بشكل أفضل من كده، لأنه خلينا واضحين إنه أرقام يعني اللي تم الحديث عنها في مسألة جذب الاستثمارات، خصوصا الاستثمارات الأجنبية، اعتقد انها لا يعني لا تناسب ابدا طموح الدوله او يعني طموح القياده السياسيه. محتاجين شغل اكتر من كده في هذا القطاع. ده معناته ان احنا الحقيقه يعني لازم نبقى موضوعين جدا وصريحين جدا 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 مع نفسنا واحنا بنتكلم في موضوع جذب الاستثمارات. يعني لازم مبدئيا كده نعترف انه عمليه جذب الاستثمارات الى الان ليست على المستوى يعني لو حضرتك تتذكري او سمجله تتذكر حضرتك انه من في يعني قبل هذا التعديل الاخير كان في تعديل وزاري، وكان فيه وزيره استثمار والتعاون الدولي اللي كانت بتقوم بيها الوزيره السابقه سحر ناس. في هذا التعديل اللي انا اقصده تم يعني فصل الاستثمار عن التعاون الدولي، وأشرف رئيس الوزراء بنفسه بشكل مباشر على قطاع الاستثمار. كلنا يعني الحقيقة تأملنا خير في هذه، لأنه مسألة الاستثمارات وجذب الاستثمارات مسألة بتكون واضحة جدا جدا مؤشراتها، يعني بتكون ماشية بالشكل المطلوب، بتنعكس جدا وبتبقى واضحة، مش محتاجة الأدلة. يعني عاوز أقول إيه، تنعكس بالتأكيد على الأرصدة يعني الموجودة في البنك المركزي من العملات الصعبة، تنعكس على مستوى أو يعني في على مستوى وأرقام فرص العمل المتاحة داخل الدولة في مثل هذه المشروعات، بيبقى لها تأثير مباشر ما قدرش ننكره. عشان كده أنا بقول إنه دي مسألة يعني أعتقد أنا حسب أو في تقديري إنها إلى الآن يعني لا تسير وفق الطموح اللي خططت او الذي استهدفته قيادة الدولة في هذا القطاع اللي تم الانفاق عليه بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني مسألة جذب الاستثمارات يعني اعتقد انه ملف كبير جدا ويحتاج لعمل كبير جدا ومن متخصصين جوا مصر وبره مصر. انا قلت في بداية كلامي احنا عملنا كل حاجة، نحتاج الى تسويق نفسنا، تسويق مشروعاتنا الاستثمارية، فرصنا الاستثمارية الواعدة، احنا محتاجين نسوقها بشكل المناسب. الكلام ده يجي من يبدأ معايا انا شخصيا في تصوري من اول تحديد مواصفات هذه الفرص المتاحة في هذه القطاعات. سلسلة كبيرة جدا من العمل الداخلي والخارجي، ويتدخل فيها اكثر من قطاع، الى ان نصل الى دخول الشركات الأجنبية والعربية بالشكل المناسب، وطبعا الشركات المحلية، لاستغلال مثل هذه الفرص. ودي مسائل هتنعكس يعني وقتها بشكل واضح جدا زي ما أنا أشرت في أرصدة الدولة من العملات الأجنبية، هتنعكس في كمية يعني فرص العمل المتاحة، المردود النقدي لأبنائنا وبناتنا من هذه الفرص العمل في مثل هذه الفرص داخل هذه المشروعات القادمة إلى مصر. ملف كبير جدا يحتاج إلى شغل. أنا رأيي الشخصي إنه يعني لا يسير بالشكل المناسب حتى الآن، وإن كانت الدولة أنفقت واستهدفت الكثير والكثير لهذا القطاع كقاصرة
يعني لو نجحنا فيها الحقيقة يعني هتشد الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا لآفاق جديدة. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الكويت قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط تحرك استباقي لدعم استقرار السوق. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط النفط وزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا أن انخفاض الطوعي للإنتاج من دول المشاركة باتفاق أوبك بلس يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط التطورات والأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرتها المتسارعة. وأضاف الملا في تصريح له وفقا لبيان عن وزارة النفط الكويتية عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع 48 للجنة الوزارية المشاركة لمراقبة الانتاج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدل الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية وتطورات الجلوستية وأن أوبك بلس تركز على دعم استقرار أسواق النفط وأنها مستمرة في سياسة خفض الانتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023. وخليني أسأل حضرتك هنا والخبر ده لازم يكون فيه يعني وقفة. وأنا بتكلم دلوقتي عن هذه المؤسسة الكبيرة أوبك بلس التي تقريبا مقرها في النمسا وبتكلم عن 13 دولة تقريبا بيتحكموا في 44% من إنتاج النفط في العالم و 81.5% من الاحتياط العالمي. فكرة خفض الإنتاج ب2 مليون برميل يوميا حتى انتهى 23، إيه الحكمة بده؟ يعني تعليق حضرتك. أولا دي مش أول مرة تعملها أوبك بلس. ثانيا هو زي الخبر ما قال كده زي ما حضرتك ذكرت، هو تصرف استباقي جدا. هدفه في الأساس الحفاظ على سعر النفط ومصلحة الدول الأعضاء في أوبك بصفة عامة و يعني المنتجة للنفط. طبعا ما تشهده الساحة من تطورات سياسية وأزمات دولية وعلاقة ده بما يشهده العالم فعلا حاليا من حالة تغيير حقيقية ربما تكون نتائجها في يعني الأوقات القريبة جدا مش بعيد عن ما يدور داخل دخاليز هذه الاجتماعات. صحيح. يعني مسألة الطاقة مسألة جوهرية، يعني ده حل للأزمة ولا افتعال؟ أنا شايف إن ده افتعال أزمة جديدة يعني. لا 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 لا، ما هو ليس في الأساس. أنا قلت إن إحنا العالم يشهد الآن ما يعني مسألة تغيير حقيقي في يعني القيمة النسبية أو التواجد النسبي للقوى الدولية وللأقطاب الدولية في مسألة صنع القرار العالمي ومنها شكل العالم في السنوات وفي العقود القادمة. في الأول وفي الآخر أوبك بلس تستهدف مصلحتها ومصلحة الدول الأعضاء. صحيح. الحقيقيين المنتجين للنفط بصفة عامة. ما تنساش أن الروس طرف أساسي في أوبك وفي أوبك بلس. الروس رقم مهم في هذه المسألة. يعني الحقيقة أنه موضوع الطاقة وخصوصا البترول والغاز في يعني في الأزمة الروسية الأوكرانية، الاستخدام السياسي لموضوع الطاقة الحقيقة أستاذ مايكل يعني أثاره الاقتصادية الشاملة يعني كانت واضحة جدا. وأعتقد أنه يعني موضوع الطاقة موضوع من أهم الطاقات التي يعني تحكمت أو سيرت الحرب الروسية الأوكرانية. مظبوط. لأنه خلينا متفقين أنه الصراع في أوكرانيا ليس صراع روسي أوكراني قد رمى، هو صراع يعني روسي ومن خلف الصين بصيغة أو بشكل أو بآخر أو بتموضع أو بآخر وبعض القوى الأخرى و الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها القوى الغربية. صحيح. دي الأطراف الحقيقية. احنا أمام جيم شطرنج بتلعب ما بين القوى الدولية. أتخيل أنه مسألة الطاقة ورقة من أهم الورقات التي استخدمت في هذه الحرب هتكون ضغط مباشر كمان على الاتحاد الأوروبي يا فندم.
طبعا طبعا يعني الاثار المباشره والحسابات ايضا غير المباشره. اللي انا اقصده بالحسابات غير المباشره هو استغلال الروس لهذه الورقه استغلال جيد جدا 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 وفي منتهى الهدوء. خلينا متفقين ان الروس في خلال الاشهر الماضيه وفي خلال هذه الحرب ومن خلال تحركات واعيه جدا 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 ومتنوعه بالمناسبه سواء اقتصاديه او سياسيه او عسكريه الى اخره وبقياده فلاديمير بوتين استطاعت تكوين بالفعل ما يشبه الاحلاف المتعاونه ضد الولايات المتحده الامريكيه ومن خلفها القوى وممكن نخليها كمان احلاف جديده كمان يعني. نعم يعني اتخيل انه قناعه دول كثيره جدا وخصوصا في العالم الثالث بضروره يعني وجودنا او تواجدها في عالم متعدد الاقطاب صحيح. اعتقد انه ساعد هذا يعني هذا الحلم او هذا الطموح انجاز لنا التعبير لدى الكثير من دول العالم وزي ما انا قلت خصوصا الدول يعني العالم الثالث سواء كانت في امريكا اللاتينيه او في افريقيا او في يعني بعض المناطق الاسيويه او في عموم القاره الاسيويه ده حلم عند هذه الدول بالتواجد في عالم يعني تحكمه الاقطاب المختلفه او التعدديه والتشاركيه وليس عالم كما صار منذ عقود تحديدا من بدايه تسعينات القرن الماضي وهو يسير في فلك الولايات المتحده الامريكيه. اتخيل انه هذا الطموح تقابل مع حاجه روسيا ومن خلفها الصين لتحقيق انتصارات يعني ربما يكون اللفظ معبر في هذه الحاله مسألة تحقيق الانتصارات الاقتصادية والانتصارات الأمنية وإلى آخره ضد حلف الولايات المتحدة اللي بتقود الناتو ومن خلفها القوى الغربية. وعشان كده كان حرص الولايات المتحدة كبير جدا 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 وتهديد مباشر جدا والقوى الغربية لتحرك الناتو شرقا نحو الأراضي الروسية. صحيح. يعني دي مسألة أعتقد أن الروس أدركوها أو يدركوها جيدا جدا جدا وعشان كده تلاحظ من خلال الأداء الروسي السياسي اللي بيقوده فلاديمير بوتين انه كان حريص جدا جدا على ما يعني ما اطلقت عليه انا شخصيا المحيط الآمن حول الأراضي الروسية. الخبر اللي بعده بيقول وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا وفي الأعمال القتالية في دونباس منذ عام 2014. وأضاف الكريملين أن الصندوق سيساعد أفراد العائلات الذين توفاهم الله أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية إذ حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية. تعليق حضرتك على هذا الخبر يا فندم؟ شوف كل ما من شأنه دع العسكريين الروس ورفع الروح المعنوية للمقاتلين في الأراضي الأقاليم الروسية كما يعني تتحدث روسيا داخل الأراضي الأوكرانية أو داخل الأراضي الأوكرانية كما تحدث قيادة أوكرانية كل ما من شأنه رفع مستوى الروح المعنوية ودعم العسكريين والمقاتلين سواء من يعني توفى منهم في صورة دعم لعائلاتهم أو من هو متواجد حاليا في صفوف القتال منذ 2014 أعتقد لن يتركوا أو لم يترك مثل هذه الأمور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الدولة الروسية الاتحاد الروسي حاليا يخوض حرب ضروس داخل الأراضي الأوكرانية وزي ما أنا أشرت من شوية داخل أطراف كبيرة وأقطار كبيرة دولية بشكل أو بآخر. الروس لديهم تصميم ولديهم عزيمة على الاحتفاظ على الأقل بما حققوه من تواجد على الأقاليم الأوكرانية التي استطاعت روسيا التغلغل داخلها. الروس لديهم يعني كرامة وطنية يعني طبعا بالتأكيد حريصين كل الحرص على ألا تجرح هذه الكرامة الروسية الثقافة الروسية الهوية الروسية. لم يأتي فلاديمير بوتين إلى هذه المسألة التي بدأت في جزيرة القرم من 2014 إلى الآن وهو لم يحسب حساباته جيدا. ولسه كنا بنتكلم من شوية قلت أن الأداء الروسي
يعني المتنوع في كافة القطاعات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية الأخيرة، أداء الحقيقة إلى الآن مذهل، ولديه درجة كبيرة جدا من الثبات الانفعالي. دعم المقاتلين الحاليين ودعم أسرهم وأسر المقاتلين الروس حتى تركوا الخدمة أو حتى يعني توفوا نتيجة هذه العمليات، أعتقد أنه مسألة هامة جدا جدا جدا، ويدرك أهميتها وتدرك أهميتها القيادة الروسية. صحيح، بالخبر ده هتكون خلصت فقرة الصحافة. بشكر الكاتب الصحفي والقيمة الفكرية الكبيرة الأستاذ رجب الشرنوبي. وبكده احنا خلصنا فقرتنا الصحفية، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نتكلم عن المخدرات وتأثيرها على الأطفال. خليكم معانا. وزي قبل الفاصل ما قلنا ان احنا هنتكلم عن الإدمان. الإدمان الحقيقة ليه أنواع كتير، في إدمان مخدر، في إدمان سوشيال ميديا، في إدمان تصرف أو سلوك معين الإنسان بيتعود عليه وبيدمنه. إحنا محتاجين نعرف الإدمان ده إيه اللي يخلينا نوصل لمرحلة الإدمان في شيء معين، محتاجين نعرف إزاي نتعامل مع المدمنين، أو إزاي نتعامل بشخص بشكل يعني إلى حد ما في وعي في الناس اللي دخلت مرحلة الإدمان، وخصوصا لو كان اللي دخل مرحلة الإدمان ده طفل، إزاي نساعده، إزاي ناخد بالنا عليه، إزاي نفهم إن هو بدأ في طريق الإدمان، وإزاي إن إحنا نقدر نساعده إن هو يطلع من الطريق ده كله. معانا في الفقرة دي ضيفنا دكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا صباح الخير يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك أستاذ مايكل، صباح الخير. في البداية دكتور خلينا نتكلم عن تعريف مفهوم الإدمان. بصي في البداية طبعا احنا يعني طبعا مقدمة بتاعت حضرتك بشكرك عليها، انك اظهرتي ان الإدمان مش بس مجرد إدمان مخدرات زي ما الناس كلها فاكرة، لكن الإدمان هو مجموعة من رغبة الإنسان او الرغبة القهرية للإنسان في ان هو بيتعاطي مثلا مواد مخدرة، انه اي علاقة ممكن تكون علاقة إدمانية، إدمانه على مواقع السوشيال ميديا، وكل الحاجات دي بتسبب للإنسان اعتمادية على الموضوع، فيبدأ الموضوع يأثر على الجهاز العصبي، فبيبدأ الإنسان يبقى فاقد للسيطرة، فبيبدأ ممكن يعمل حاجة أكتر من مرة، زي مثلا على سبيل المثال المخدرات، لما يبدأ الإنسان يدمن المخدرات فبيفقد حاجة اسمها الفص الجبهي الأمامي، بتخليه يعمل سلوكيات مش طبيعية، زي أنه ممكن يسرق، ممكن يروح أي مكان يجيب المخدر، فيبدأ الإنسان يفقد جزء كبير من الوعي اللي عنده ومن السيطرة على نفسه يعني. دكتور، فكرة الإدمان وإدمان المخدرات، وخلينا نتكلم في الملف ده، والملف عندنا في مصر فيه أزمة حبتين ثلاثة، يعني فكرة أن أنا أعترف أن أنا عندي حد مدمن دي فكرة من البداية مرفوضة، ولكن المصيبة والكارثة الأكبر، يعني احنا زمان في سننا كنا نشوف مثلا شباب 17 20 سنه بيبتدي يشرب سجاير ويشرب مخدرات بعد كده، لكن دلوقتي في ظاهره مرعبه، وانا بقول مرعبه، ان الاطفال الصغيرين دلوقتي بياخدوا مخدرات. تعليقك يا دكتور. بصوا طبعا للاسف ده خلل كبير وصعب جدا جدا، واحيانا الناس بتاخده على سبيل التجربه او على سبيل ان هو حاجه بسيطه. صح. ولكن طبعا للاسف انا عايز اقول ان الانواع المخدر الموجودة دلوقتي يعني هي للأسف مش بس مخدر، هي كمان مخدر مضروب، يعني في مواد مميتة للإنسان، يعني زي مثلا بعض أنواع المخدرات بيحطوا فيها مثلا سم الفيران، جزء من سم الفيران، أو بودرة صراصير، أو بودرة، حاجات مرعبة. بالضبط، فده ممكن يعمل إيه؟ بيعمل مشكلة في تليف يعني خلايا المخ، ومش بس كده، بيعمل الإنسان أحيانا مرض اسمه سكيزوفرينيا في الصوم، يعني يبدأ الإنسان يسمع أصوات مش موجودة ويشوف حاجات مش موجودة، فيبدأ الإنسان يفقد عقله يعني. فقد إيه خطورة الحاجات دي، أنها بتبقى صعبة جدا مش بس على الأطفال، كمان على الكبار. ده بجانب أن هم طبعا لما يكون الطفل يبدأ الموضوع في البداية أو في مرحلة مبكرة بيكون العلاج صعب، يعني كل ما الإدمانات بدأت في سن مبكر كل ما بيكون علاجها صعب. وهل الاهل هياخدوا ستيب ان احنا هندخله مكان علاجي وهنعالجه، ولا هيبداوا يعني يكون عندهم ديناي
وإنكار للموضوع لحد ما الموضوع يزيد ويبقى صعب جدا يعني. دكتور، زي ما حضرتك اتكلمت وقلت الموضوع بيبقى في الأول على سبيل التجربة، وإن أي شخص ممكن في الأول يقول أنا هجرب حاجة زي كده وبيبقى عنده اقتناع ذاتي كده أنه هو فيه ممكن أعمل كنترول على الموضوع، أو أن أنا ممكن أجرب المرة دي وخلاص. محتاجين نوعي الناس ونعرفهم أن ممكن الموضوع ما يكونش كده، ممكن ما الإنسان ما يقدرش أنه هو يعمل كنترول، مجرد أنه هو بدأ فخلاص هو مكمل في الطريق ده. طبعا عايز أقول بس الفكرة أن ربنا خلق فينا معدل معين من مستويات الدوبامين. إيه هو الدوبامين ده؟ الدوبامين ده اسمه هرمون السعادة. احنا عندنا اربع هرمونات للسعاده، سيروتونين، دوبامين، اندورفين، اكسيتوسين. خلينا نركز بس على الدوبامين. الدوبامين ربنا حطه ببالانس، توازن معين. التوازن ده ما ينفعش ينقص ولا يزيد. لو نقص يحصل للانسان ديبريشن، اكتئاب، قلق، حاجات زي كده. لو زاد نتيجه المخدر، فبيبدا الشخص اللي بياخد المخدر فبيرفع عنده مستويات الدوبامين، فبيبدا يشعر بنشوه. النشوه العاليه دي بتخليه يبقى مبسوط لوقت معين، بعد فبيرفع عنده معدلات الدوبامين غير طبيعي اللي ربنا خلقها فيه. بعدين الشخص ده اللي بياخد مثلا جزء معين من المخدر او سيجاره معينه بس من المخدر، بيبدا النوع ده ما يجيبش معاه نتيجه، فبيبدا يعلي. لان اللي بيديه، لو حد مثلا بيضحك عليه وبيديه، هو واثق 1000000% ان هو الشخص ده هيفقد السيطره، فبيبدا ان هو محتاج يزود الدوبامين، فبيبدا يزود العدد. بعد كده ممكن يغير النوع، بعد كده يعلي النوع، فيفضل يعلي لحد ما يبقى عنده. عندنا مركز اسمه مركز السنسورز. مركز السنسورز اللي هو مركز الرغبات والشهوات، بتبدا الاحاسيس عنده يحسها. يعني لو سمع مثلا ميوزك تربطه بالمخدر بيبقى عايز المخدر، لو سمع اي اغنيه مثلا بيبقى عايز المخدر، او هو اتعود لما يزعل ياخد المخدر. فبالتالي لحد ما يفقد النقطه اللي قلناها اللي هو الفص الجبهي الامامي السيطره، يبدا ياخد بكميات مش طبيعيه. صحيح. يبدا ان هو ممكن يسرق، يعمل جرائم كتيره جدا. ولو لم يعالج بتبقى يا اما نهايته الحبس او الموت. صحيح. لا قدر الله. وبتحصل مصايب كتير جدا لانه خلاص الشخص المدمن بقى فاقد السيطره تماما. دكتور، وانا زمان واحنا كنا بنتكلم عن المخدرات وبالتحديد ما يخص الاطفال، كنا بنقول كده باللفظ الدارج يعني في اختراع اسمه كلا وبيشموها او باي طريقه ما. وانا بقول دلوقتي مش عشان خاطر اخوف الناس، يعني الطرق التقليديه الكلاسيكيه القديمه دي ما بقتش موجوده. احنا دلوقتي وصلنا لتطورات ان في انواع من المخدرات دلوقتي ممكن تقتل وتموت على طول. يعني انواع المخدرات في الوقت الحالي اللي ممكن الاطفال تاخدها، او نتكلم عن المدمنين بشكل عام. بس هو اكتر حاجات هي منتشره حاليا الشابو والكريستال. ودي اكتر حد يعني الناس بتستخدمها للاسف. دي ماده دي باودر يا دكتور ولا دي حاجه زي التبغ ولا ايه؟ في البدايه كل حاجه بتتصنع بتستخدم بشكل غلط. يعني هي في البدايه الناس بتصنعها على انها يعني هي منبه قوي للجهاز العصبي. في البدايه عقارات، ولكن الناس خدتها وصنعتها في مصانع مختلفه وبدات ان هي تستخدمها استخدام خاطئ، وديفولها بعض المواد اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، فتبدا بتاثر على الحاله النفسيه والحاله الجسديه للانسان، فقد تقوده الى الانتحار. ده بودر يا دكتور بيتاخد عن طريق الانف ولا ايه؟ بالظبط. وطبعا للاسف بيحصل ان هو قد يقوده الى الانتحار. ليه يقوده الى الانتحار؟ لانه بيدخله في ديبريشن، اكتئاب، بالاضافه كمان ان هو ممكن يجيب له زي ما قلنا مرض عقلي. يعني يبدا يشوف هلاوس وضلالات، واحيانا طبعا هذه الامراض لا تعالج. يعني بيبدا الانسان اللي جاله المرض ده يعيش فيه مدى الحياه، بيبقى مرض مزمن جدا وصعب جدا، لانه احيانا بيفقدوا الاهليه او بيفقدوا الوعي او بيحولوا لشخص تاني خالص، وممكن يفضل الشخص ده حبيس المصحات مدى الحياه. دكتور، ده بالنسبه للايس والشابو، ايه تاني انواع تاني يعني ممكن تتاخد؟ هو دول اشهرهم طبعا، لكن في طبعا الحاجات العاليه زي الحشيش وزي البانجو وزي الافيون والهيروين والكوكايين، وطبعا دي حاجات بتبقى مميته. طب دكتور، عايزين نعرف الاباء والامهات ازاي ياخدوا بالهم على اطفالهم، وايه العلامات اللي لو ظهرت على طفل تبين ان الطفل ده بدا في طريق ادمان؟ خلينا ما نقولش الطفل، خلينا نقول الشخص بشكل عام.
لانه يعني لانه في الاخر نفس الاعراض، وبالاضافه ان الموضوع بيكون منتشر يعني في المرحله المتوسطه اللي هي مرحله المراهقه بما فيها الشباب يعني بشكل كبير جدا. في البدايه عايز اقول للاسره، كل ما بتكون سويه نفسيا وكل ما يكون الاسره متصالحه مع اولادها وبيدهم حب وحنان واحتضان بلا مقابل، بتبقى فرصه سقوطهم ضعيفه جدا جدا. لما الاولاد بيبقوا بيحتاجوا للحب والحنان فبيبحثوا عنه بره، بيبحثوا عن حاجات تعويضيه، فالحاجات التعويضيه بيجي لهم بطريقه مسمومه، فيبدا الانسان محتاج حد يحتويه، محتاج صاحبه يطبطب عليه، فيبدا ان هو يسمع كلامه. دي طبعا البدايه، لكن قلما ونادرا جدا جدا لما يجي لنا حد من اسر محبه لبعضها يحصل كده. أو الرفاهية الزايدة والتدليل الزايد ده برضو بيؤدي إلى الناس إنها تدخل العالم ده، يعني حتى لو أسرة كويسة بس في رفاهية زايدة أو تدليل زايد بيؤدي لهذا الأمر. العلامات اللي بتظهر إن الشخص بيبدأ سلوكه يتغير، بيبقى عنيف جدا بزيادة غير الطبيعي، لأن ممكن في مرحلة المراهقة بيبقى طبيعي عنده عصبية وعناد وتمرد، بس الموضوع بيبقى مختلف تماما. بيبدأ طبعا يغير نمط حياته وخصوصا مرحلة النوم، فتلاقيه بينام بالنهار ويصحى بالليل، تلاقيه انه ممكن بدأ الجهاز العصبي يضعف عنده فبيحصل رعشة في جسمه، بتبص بتلاقي في اصفرار في عينيه او احمرار، بتبص تلاقي ان عينيه العدسة بتاعت عينه مش مركزة قوي، بيبدأ ان هو بينسى كتير وبيبدأ ان هو يتلخبط كتير. كل دي طبعا جزء من بعض العلامات اللي بتظهر على الشخص دكتور. بس العلامات دي خطيره جدا، لان هي بتتشابه مع علامات ادمان السوشيال ميديا والحاجات دي، وتقريبا نفس العلامات، النوم بيتغير، ما بيبقاش فيه تركيز، العين بتحمر من قله النوم. لا بصي، هو هقول لحضرتك علامات الادمان بتاثر على الجهاز العصبي بشكل كبير جدا، يعني لان هو بيحصل ان بيظهر السلوك انه فيه شذوذ. كمان السوشيال ميديا بيبقى قدام عينيهم، هم بيعانوا من ده، لكن بتلاقي الانسان ده بيجي متاخر في البيت باستمرار، تلاقي بدا ان هو الغضب بتاعه لاتفه الاسباب، بعد كده بتلاقي انه بدا يتعامل بالسذاجه في كل اللي بيتعلق بمختصاته، وبقى حريص قوي وبقى بيقفل كل حاجه بسرعه، تلاقي تبص مستواه بدا ينهار في المدرسه او في العمل، بيخرج البيت فترات طويلة. كل دي طبعا علامات. السوشيال ميديا هي إدمان، ولكن إدمان من نوع مختلف. صحيح. إدمان بيخلينا ندخل إلى دهاليز نفسية بتوقعنا في فخ الاكتئاب والمقارنات، فبيحصل عندنا حاجة اسمها تضاؤل للذات وقيمة الذات، فبنبدأ نشعر إن 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 مثلا نشوف الناس اللي بتحكي عن حياتها السعيدة ومبسوطة، فأبدأ أقارن نفسي لا إراديا بيهم، وابدا ان انا يحصل لي انعزال عن المجتمع. صحيح. وابدا ان انا اقعد فترات طويله على الموبايل. فالموضوع يعني السوشيال ميديا مختلف الى حد كبير، وطبعا خطر مش احسن حاجه برضه. صحيح دكتور، في جمله اكيد حضرتك بتسمعها كتير جدا، وانا بعتبرها جمله هزليه، ولكن هي جمله يعني نحط تحتها مليون خط. يجي حد من ضمن المواطنين يقول لك يا دكتور، معروف طبعا جوهر الحشيش ده مش مخدرات، ده مش ادمان. وانا بركز في الجملة دي، بشوف الشطارة في ان واحد يقنع نفسه ويقنع اللي حواليه انه يستخدم المخدرات ويبقى عبد ذليل، وكمان يسوق لناس تانية تاخد وبشكل آمن. دي الحشيش عمره ما كان ادمان. تعليقك يا دكتور. دكتور حضرتك معانا على التليفون. فكرة المخدرات يا مارينا، يعني احنا زمان كان الموضوع بيقتصر على عدد قليل جدا، انا بشوف دلوقتي هو ايه اللي بيحصل؟ ليه الشباب بتوصل لمرحله تشرب مخدرات؟ ليه واحد يلجا ان هو يقتل نفسه بالشكل ده؟ ولا ايه رايك؟ بيبقى عدم وعي لاهاليهم ان هم ياخدوا بالهم عليهم زياده. لما الطفل يبقى من وهو صغير او في سن صغير يتعود ان هو يبقى بره البيت لاوقات كتير، وبيبقوا مش عارفين هو بره البيت مع مين، فكل ده في الاخر بيخليه ان هو يلجا للاشخاص دول ويتعامل معاهم وياثروا عليه. هنسمع ده من الدكتور. حضرتك سامعني يا دكتور؟ مع حضرتك. كنت بسال حضرتك عن بدعه السؤال اللي سالته لحضرتك، فكره الحشيش طبعا معروف مش مخدرات، وفكره التسويق ليه، وفكره ان انا اجيب زباين تانية، ومحدش بيدرك ان التاجر هو اللي بيقول للناس هذه البدعه.
تعليقك بيسوق للمشروع. بص، هو طبعا انا عايز اقول بس ليه الناس بتقول كده. الناس بتقول كده لانك بيقول لك الحشيش هو نوع من الاعشاب. ايوه. زي هو لونه رمادي مخدزق كده. لا بخور بقى، نقول بخور احسن. بالظبط. والناس يعني بتستخدمه بشكل معين، لكن عايز اقول انه خطوره بس هذا المخدر، خطوره هذا المخدر تحديدا انه اسرع مخدر يؤدي الى مرض عقلي. صح. يعني دي بس كفيله، وزي ما قلنا المرض العقلي. انا بتكلم يا دكتور عن القناعه اللي بتبقى موجوده عند الشخص. يعني انا في مره دخلت في جدال مع شخص، انت اصلا بتتكلم في ايه؟ انت اصلا يعني لا من ناحية العلمية ولا من ناحية الصحية ولا من ناحية الاخلاقية والدينية، مفيش اي. يجي بمنتهى البساطة، على فكرة عادي، اصلا انا وقت ما احب ابطل ما ابطل. قول انت كذاب، انت بتعرفش ده اسمه ديناي، انكار. يعني هو بيعيش في الموضوع ده، وعلى فكرة بيكون مصدق جدا. صح. واحنا في بداية العلاج، في العلاج بنعالج الديناي ده، الانكار. لانه يعني كمان ممكن بعد ما يتعالج من الحاجات الاعلى، فلما يرجع يقول لك لا خلاص بقى انا اخد سيجاره او سيجارتين من دول حاجه بسيطه يعني. صحيح. فيبدا يرجع تاني أسوأ من الاول. طب يا دكتور، احنا محتاجين نتكلم الشخص اللي هو دخل في مرحله الادمان، وان هو زي ما حضرتك قلت ان في انواع كتير لهرمونات السعاده. عاوزين نعرفه ايه الثمن اللي هو هيدفعه. صح. مقابل ان هو يحس بشويه سعاده لفتره قصيرة، عشان هو ما بيبقاش شايف الطريق بعد كده في ايه. طبعا عايز اقول ان السكة دي زي ما قلنا ان هي نهايتها بتبقى صعبة جدا، وللأسف ان هي متشابهة. يعني هو ان هي متشابهة لكل الناس، ان احنا دايما بنقول يا اما نهاية السجن يا اما الموت. يا اما ان هو هيدخل المصحة. فعايز اقول له ان ربنا خلق فيك نوع بس من الدوبامين، ان انت ربنا حطه فيك بكميات. فلما انت تبوظ الخطه بتاعت ربنا، انت بترجعها تاني بصعوبه بالغه، بترجعها في شهور وقد تصل الى سنين. صحيح. وقد تصل ان انت ما ترجعش تاني طبيعي مدى حياتك. فاحتفظ بالنعم اللي ربنا اداها لك الطبيعيه، ان انت تنزل جيم، تلعب رياضه، تنبسط، تغير جو، تخرج، وان انت تطلب المساعده. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت تطلب المساعده من حد متخصص، لان ده هيفرق معاك ويساهم في علاجك بسرعه. في ناس بتبقى قلقانه يا دكتور، بتبقى خايفه ان هي تقول ان هي دخلت في المرحله دي علشان في عقاب معين من الدوله او من عيلتهم او نظره المجتمع ليهم. فاحنا محتاجين يعني نعرف ازاي ان هم يتخطوا المرحله دي، وان يقولوا لا، يعترفوا ان في حاجه غلط ولازم ان هي تتصلح. ويا دكتور معلش، انا عايز اكد على كلام مارينا، وفي نفس الوقت عايز اقول يعني بقيه السؤال. يعني عايز اقول انا بتكلم كأنا كشخص مثلا مدمن في البدايه، هو يا دكتور في حاجه اصلا اسمها علاج؟ احنا ما سمعناش ان حد دخل وخف. يعني انا بتكلم بلسان المدمن، دايما يشوف الستاره السوداء، انا لا يمكن اخف، انا مش عارف، انا عارف نفسي مش عارف ابطل. تعليقك يا دكتور. بالنسبه للسؤال الاستاذه مارينا، في البدايه ان الدوله اطلاقا لا تقف امام حد بيتعالج من الادمان، لكن هو لو اتمسك باي حاجه ساعتها هيبقى قانون. لكن انت لما تاخد الخطوه وبتطلب هيلب حتى من الدوله نفسها، هتساعدك، مفيش اي مشكله في ده خالص. ومهما كان نوع المخدرات او درجتها، بتلاقي الدوله بتساعد. ما دام اعترف ان هو عاوز يصلح. صح. المشكله دي خلاص الدوله بتقف جنبه وبتساعده، عشان بس نطمنه. ودي حاجات تفاصيل انا اعرفها، ان هم مفيش اي مشكله في هذا الامر تماما. لكن المشكله لو اتمسك بحاجه، مش هيقول لهم معلش انا هحتاج ان حد يتوبني. لا، الموضوع بقى مختلف خالص. النقطة الثانية، موضوع العلاج، أنا عايز أقول علاج الإدمان يتكون من مراحل. أول مرحلة بنسميها مرحلة الديتوكس، ودي بتبقى مرحلة سحب السموم من الجسم. فبيبدأ الجسم إن هو يسحب السموم منه، بيبدأ الجسم يهدى. ودي طبعًا مرحلة ملهاش أي علاقة بالعلاج، لأن الإدمان في العقل مش في الجسم. ثم يبدأ الشخص ياخد مراحل العلاج النفسي، حاجة اسمها CBT Cognitive Behavioral Therapy، يعني معناها علاج معرفي سلوكي. بيبدا الانسان يصلح التشوهات اللي حضرتك بتقول عليها، موضوع ان استحاله تعالج، استحاله ابقى كويس، لان دي حاجه اسمها تشوهات فكريه ومعرفيه، وبتعالج عنده الدناي الانكار. لو قال لك ان انا مش مدمن، والاهل جايبينه مثلا باي فورس بالقوه او حاجه زي كده، فيبدا الموضوع ده يتعالج عنده. وفي ناس كتير قوي بتتعالج عندها بشكل كبير جدا. ثم يبدا خطوات علاج الادمان اللي هم 12 خطوه.
فبيبدأ يتحكم في مشاعره فبيبدأ يتحكم في نفسه. بتبقى نسبة العلاج عالية جدا ما دام المكان صح وطبق الخطوات صح. الأحلى والأجمل من كده إن في ناس بتبقى إكس أديكت. يعني إكس أديكت؟ يعني بيبقى مدمن متعافي، فبيبقى هو نفسه معالج، والمكان العلاجي بيكون قائم على الأطباء النفسيين والسيكولوجيين الأخصائيين النفسيين والإكس أديكت اللي هم المدمنين المتعافين اللي هم جزء مهم جدا جدا في الخطة العلاجية. أو سميهم مين مين اللي هم جماعة المدمنين المجهولين اللي وضعوا برنامج العلاج النفسي. فكرة إن حد يتعالج يا دكتور، وفكرة أنا عرفت بعد كده بيكون في جلسات دايما بيقعدوا مع بعض للحفاظ على التعافي، وخلينا أتكلم بالمصطلحات بتاعتهم، وارد إن حد بعد ما يخف ينتكس أو بلغتهم يتزحلق تاني؟ بص بقى، هو الفكرة إن إحنا بنصنف الإدمان على إنه personality disorder، يعني اضطراب في الشخصية. ودايما اضطرابات الشخصية بتعيش مع الإنسان مدى الحياة، بس بيتهندلها بيتعامل معها. صحيح. زي مثلا أنا كون أو حضرتك وكلنا عندنا رغبات. الرغبات دي موجودة جوانا، أنا ممكن ما أعملهاش بس موجودة عندي، هتفضل تعيش معايا مدى الحياة، بس إيه بس أقدر أتعامل معها. أيوه. هو نفس القصة بالظبط، لكن في ناس كتير قوي بتعد سنين تعافي، لما بيبدأ يعد سنة واثنين بيبقى ليه اللي إحنا بنسميه مشرف، أو بيسموه مشرف خطوات. مشرف ده بيكون معه علشان يشير معه يشارك معه، لأن دايما المشاركة هي نوع من التعافي أو من الفضفضة أو من الجزء اللي هو بينصحه يعمل إيه، ولما كان قبله بيعمل إيه، فده بيبقى جزء مهم جدا. كل طبعا ما بتكون قوة العلاج وقوة رغبة الشخص بتبقى فرصة الانتكاسة ضعيفة جدا، وفي ناس كتير جدا ما بتنتكش. دكتور أمير يوحنا استشاري الصحة النفسية كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. وإحنا لازم ناخد بالنا على أطفالنا، لازم ناخد بالنا على بعض، ما نخليش أي حد يأثر علينا بأي فكر غريب يودينا في طريق إحنا مش عارفينه، لأن في الآخر في تمن هيدفع. أنا في المرحلة دي محتاج إن أنا أنسى الواقع شوية، ومحتاج إن أنا أحس بشوية سعادة شوية عشان أفصل من الواقع اللي أنا عايش فيه، بس بعدين في تمن كبير قوي هدفعه. صحيح. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة الحلقة، وبشكر كمان زميلي مايكل. شكرا يا مايكل. بشكرك يا مارينا، وزي ما قالت مارينا، وناخد بالنا كلنا، صحتنا في المرتبة الأولى، أمانة ربنا مدينا أمانة نحافظ عليها، ناخد بالنا من أولادنا كويس جدا، يكون في حساب في البيت، لا الموضوع يبقى سايب ولا الموضوع يبقى ممسك، ولكن ناخد بالنا عشان خاطر أطفالنا دول أمانة، والشباب كمان عماد هذا الوطن، من غير الشباب مش هيكون وطن أصلا. كده خلصت حلقتنا النهاردة، ولكن استنونا بكرة قبل المعدة بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح نور.